أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن قطاع البترول يمضي في تنفيذ أهداف استراتيجية الطموح بالتزام كامل، والتي يأتي على رأس أولوياتها تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ويأتي أيضا على رأس الأولويات تلبية كافة الاحتياجات في مجال الطاقة. وخلال جلسة مباحثات مع رئيس شركة موبل العالمية، تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول والغاز في إطار استراتيجية الوزارة التي تستهدف أن تتوسع في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز. كما شهد الملا اللقاء الذي نظمته الشركة بمناسبة مرور 115 عاما على وجودها في مصر، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية.